ايوه واخيرا المواعيد الحقيقيه للمنحه التركيه. المنحه السنه اللي فاتت قسمت دول العالم في التقديم لثلاث مجموعات، والسنه اللي قبل اللي فاتت كان كل دول العالم بيقدموا في شهر واحد. طب يا ترى السنه دي ايه الوضع وايه النظام في مواعيد تقديم المنحه التركيه الجديده لعام 2019؟ يلا بينا نعرف مع بعض. يلا بينا نعرف مع بعض. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من قلب تركيا اتحدث اليكم. لو عمرك اقل من 21 سنه وجايب في الثانويه اكتر من 70% وعايز تقدم السنه دي على منحه البكالوريوس، او عمرك اقل من 30 سنه وجايب اقل حاجه تقدير جيد وعايز تقدم على منحه الماستر، او عمرك اقل من 35 سنه وجايب حد ادنى برضو تقدير جيد في سنين الماستر وعايز تقدم على منحه الدكتوراه، فالفيديو ده موجه ليك انت. ما عليك الا حاجه واحده بس، تابع الفيديو ده معايا لغايه الاخر وتتفرج على الفيديوهات القديمه بتاعتي وتوصل الفيديو ده لاكبر عدد لايكات وتنسى خرابه الفيديو لكل اصدقائك وتنتظر سلسلة الفيديوهات القادمة إن شاء الله الفترة الجاية، وبإذن الله نشوفك في تركيا على خير. مبدئيا كده قبل ما نبدا الفيديو ده في كام معلومه كده عايز انبه عليهم. اولا كل المعلومات اللي انا بذكرها في الفيديوهات بتاعتي موجهه للشباب زي البنات بالظبط، مفيش حاجه اسمها ان المعلومات اللي بذكرها موجهه للشباب دون البنات، البنات والشباب حاجه واحده في التقديم على المنحه التركيه، نفس المطلوب من الاثنين، نفس الشروط، نفس كل شيء. دي اول حاجه. تاني حاجه، طلاب الازهر زي طلاب الثانويه العامه بالظبط، مفيش اي فرق، لان ناس كتير جدا بتسالني بتقول هل الثانويه الازهريه بيخصموا منهم مثلا المواد الشرعيه او المواد العربيه او الكلام ده كله؟ يعني لو جايب 70% ما اقدرش اقدم على المنحه؟ لا، لو جايب 70% وعايز تقدم على المنحة طبعا غير التخصصات الطبية والكلام ده احنا شرحناه في الفيديوهات اللي فاتت، تقدر انك تقدم على المنحة ومفيش اي مشاكل. يبقى دلوقتي البكالوريوس اهم شرطين اتنين عندكم، اول حاجة ان يكون عمرك اقل من 21 سنة، تاني حاجة ان يكون شهادتك فوق 70%. الشرطين الاتنين دول متوفرين فيك تقدر تقدم. كذلك الماستر، عمرك اقل من 30 سنة وشهادتك فيها جيد اقل حاجة تقدر برضو تقدم. وكذلك الدكتوراه يكون عمرك اقل من 35 سنة ويكون الشهادة بتاعتك برضو في البكالوريوس مش اقل من جيد طبعا. اما بقى لاكتر سؤال بيتكرر ليه، هل يا مازن احنا نقدر نقدم على الشركه اللي انت قدمت من خلالها، سواء انا كنت طالب ماستر او طالب دكتوراه، كنت من الجزائر، كنت من اليمن، كنت بدرس عايز ادرس بكالوريوس او اي شيء، هل اقدر اقدم على نفس الشركه اللي انت قدمت من خلالها؟ ايوه، تقدر تقدم على نفس الشركه اللي انا قدمت من خلالها، ان الشركه اللي انا قدمت من خلالها موجوده هنا في تركيا. فقط هتبعت لي ايميل على الانستجرام، هتلاقي رابط الانستجرام موجود تحت في الانستجرام، تقول لي في الديسكريبشن، تقول لي يا مازن انا عايز الجيميل بتاع الشركه اللي انت قدمت من خلالها، هبعت لك الجيميل وتبدا تتواصل معاهم وربنا يصلح لكم وتكون من المقبولين ونشوفكم هنا في تركيا على خير ان شاء الله. اما لو انت عايز تقدم لنفسك هتلاقيني رابط موجود تحت في الديسكريبشن، سايب لكم رابط الفيديو ان انا بشرح فيه خطوه خطوه كيفيه التسجيل على الابلكيشن، خطوه خطوه من بدايه، من اول ازاي ما تعمل اكونت على المنحه لغايه ازاي ترفع الاوراق بتاعتك، واهم كل نصيحه في كل خطوه من الخطوات. مواعيد المنحه التركيه الجديده، مواعيد المنحه التركيه الجديده السنه دي اصبح كل دول العالم جميع التخصصات في وقت واحد من اول 15/1 لغايه 20/1، طبعا مده قليله جدا، فالمده دي حوالي 35 يوم فقط لا غير، المنحه فاتحه على كل دول العالم، اكيد هيبقى في ضغط بشكل كبير جدا جدا جدا، والناس مجرد ما هي عرفت من امبارح كان القلق بشكل كبير جدا، وكله بيبعت لي رسائل على الانستجرام وعلى البيدج بتاعي على الفيسبوك، ولقيت الدنيا قلبان والناس قلقانه، فحبيت ان انا اعمل لكم الفيديو ده فيديو سريع، بالرغم ان انا عندي امتحاني بعد بكره ولسه ما كملتش المذاكره، ولكن كان لازم ان انا اعمل لكم فيديو سريع يطمن الناس ويعرفهم ان الموضوع بسيط جدا، ويعرفهم ايه الحاجات اللي المفروض ان هم يعملوها بعد التقديم او بعد ما المنحه اعلنت عن مواعيد التقديم الحقيقيه بتاعتها، لان اغلب اللي كان منتشر الفتره اللي فاتت ان المنحه هتفتح من 15/1 ولكن للطلاب الماستر والبكالوريوس فقط، لا، المنحه هتفتح لطلاب الماستر ولطلاب البكالوريوس ولطلاب الدكتوراه كله مع بعضه. طب بالنسبه لمنحه الثانويه، لسه المنحه الثانويه ما اعلنوش عنها اللي هي منحه الديانات، وان شاء الله اول ما المنحه تعلن عنها هبدا اعمل عنها فيديو زي الفيديو اللي انا عامله لكم دلوقتي، لسه في وقت ولسه في فرصه، المنحه ما ضاعتش السنه دي، المنحه لسه قدامك على الاقل عقبال ما تبدا، هتبدا يوم 15/1، يعني من النهارده اقل شيء اقل شيء في حوالي 17 يوم، لسه ده غير انها هتقعد 35 يوم فتح، فلسه اللي ما حضرش اي اوراق يقدر يحضرها، اللي ما جهزش نفسه يقدر يجهز نفسه، اللي لسه ما تواصلش مع الشركه يقدر يتواصل، اللي لسه ما اتفرجش على الفيديوهات القديمه بتاعتي ولا يعرف ازاي يقدم لوحده، لو عايز يقدم لوحده يقدر يتفرج على الفيديوهات القديمه وكل شيء. طب مين اللي بيقدم مع الشركه من الاخر؟ والكلام ده انا شرحته ووضحته قبل كده، الشخص اللي هو مش فاضي بسبب ان هو مشغول مثلا في الثانويه او ما عندوش خبره كافيه في التقديم على الابلكيشن، يعني اما ما تكونش فاضي واما ما عندكش خبره كافيه في التقديم على الابلكيشن فبتلجا انك انت تقدم من خلال الشركه، ولكن في الاصل والاساس انك انت بتقدم المفروض لوحدك، وهو ده السبب الرئيسي ان انا عملت في القناه ان انا بعلمك خطوه خطوه ازاي تعرف تقدم نفسك على الابلكيشن، وعملت فيديو مدته 45 دقيقه بشرح فيه خطوه خطوه مع كل نصايح للخطوات وايه اللي المفروض انك انت تقدمه او ايه المفروض انك انت تعمله في كل خطوه من خطوات التقديم على الابلكيشن، فما تقلقوش ابدا،
باذن الله نشوفكم السنه الجايه في تركيا على خير واصور معاكم كمان. وطالما المنحه فتحت وكما وعدتكم في فيديوهات الماستر والدكتوراه والله لسه ما نسيتكوش، وباذن الله بالرغم ان امتحاناتي بدات هحاول ان انا اضغط نفسي مع المذاكره قدر المستطاع، بس دعواتكم ليا كتير في الكومنتات، وان شاء الله في الفتره الجايه هعمل لكم قدر كبير جدا من الفيديوهات بحيث ان قبل ما المنحه تفتح باذن الله او حتى لو المنحه فتحت بعدها بخمس ايام او ست ايام اكون صورت لكم على الطلاب المقبولين. وانا كده كده سالت الطلاب الماستر والدكتوراه على جروب الواتس عندي، جروب الواتس عشان الناس ما تسالش تاني، الجروب الواتس ده للطلاب المقبولين فقط لا غير، يعني الطلاب اللي قبلوا السنه اللي فاتت او السنه اللي قبل اللي فاتت هم دول اللي انا بعمل معاهم الجروب الواتس بحيث ان احنا نتواصل مع بعض وهم في داخل تركيا او خارج تركيا. المهم انا خدت لكم منهم اهم النصائح وباذن الله هعرضها لكم في فيديو، بس ده طبعا اشترك في القناه وخلي الفيديو ده يوصل لاكبر عدد ممكن واكبر لايكات ممكنه باذن الله عشان خاطر الفيديو ده ابدا اجهزه وانزله في اسرع وقت ممكن حتى اثناء فتره الامتحانات بتاعتي باذن الله. كمان انا قررت ان انا اعمل فقره جديده هتكون موجوده في اخر كل فيديو من فيديوهات 2019 لان الفيديو ده يعتبر اخر فيديو في 2018 ان شاء الله. هعمل فقره اسمها الجمهور يسال ومازن يجيب، هتبداوا هنزل ستوري عندي على الانستجرام فعشان كده لازم تتابعني على الانستجرام، هسالكم ايه الاسئله اللي انتوا عايزين ان انا اجاوبها عليكم في الفيديو الجاي، وخصص كل اخر فيديو دقيقه او دقيقه ونص على حسب ما هنتفق مع بعض واجاوب فيها على الاسئله اللي انتوا هتعرضوها لي على الانستجرام. عايز تشارك في الاسئله وعايز تشارك بسؤالك ويظهر سؤالك على اليوتيوب تابعني على الانستجرام، وانتظر الستوري بتاعي تابع لما اقول ان انا هاخد الاسئله ديت واعرضها على اليوتيوب ان شاء الله. لو حد عنده تعديل لاسم الفقره او اقتراح لفقرات ثانيه اخرى يقدر برده يكتب لي في الكومنتات ونعدل الفقره او نضيف فقرات اخرى على حسب ما انت بتطلبه ان شاء الله. ودلوقتي اخترت لكم بعض الفيديوهات من مشاركات الجمهور معايا في الفيديو ده بعد ما عرفوا ان المنحه التركيه فتحت. يلا بينا نتفرج ونتحمس مع بعض. السلام عليكم، اسمي منار ابو نعمه، بدرس في جامعة بموكالي في دينزلي، مقبولة بالمنحة التركية من جمهورية أبو الأمزان. حابة أوجه رسالة لكل البنات اللي راح أقدموا على المنحة ولأهليهم، اتطمنوا وإن شاء الله كلكم بتنقبلوا وبتيجوا بتلعبوا معنا هون بالثلج. هذا الفيديو موجه إلى جمهورية أبو الأمزان، حبيت أقولكم إنه المغامرة حاجة مهمة ومزيانة برشا، وحب المغامرة هو اللي خليني أقدم على المنحة التركية. رسالتي لكل أصدقاء في جمهورية أبو الأمزان، إذا عندك هدف ما تستسلمش، ارسم لنفسك طموحات وتحديات تخليك قوي، وبتوفيق للناس الكل، نشوفكم في تركيا على خير ان شاء الله. Inclusive to Mazin and the public of Mazin. So I want to give the scholarship because I want to complete the master's courses there. And I want to find work there because I love living in Turkey. A lot. Goodbye Mazin. الموضوع بدأ من فترة، شفت فيديو مازن عن المنحة بالصدفة على اليوتيوب. الموضوع عجبني، بدأت أعرف وأدور أكتر، حطيته كهدف قدامي، بدأت أشتغل على نفسي أكتر، عايزة أبقى ناجحة، عايزة أعمل حاجة شوية مختلفة عن معظم الناس هنا. كمان الموضوع بالنسبة لي تحدي لنفسي أن أنا أقدر أحقق حلمي إن شاء الله، أو أقدر أحقق هدفي. شجعني كمان على ده مازن، والكل جمهورية أبو الأمزان، اجتهدوا يا جماعة، اجتهدوا وعفروا عشان تحققوا حلمكم، لأن حلمكم حلو جدا ويستاهل إن أنتوا تسعوا عشان تحققوه. قلب السودان اتحدث اليكم، بس السنه الجايه ان شاء الله تكون من قلب تركيا اتحدث اليكم. مازن يا مازن، بجد يا بختنا فيك. حبيت اوريكم اسباب تقديمي في المنحه التركيه، انه انا يعني من اكبر عشاق تركيا، وحبيت فكره المنحه والخدمات المقدمه للشباب العرب. واحب اوجه رساله اخيره لجمهوريه ابو الامزان، لازم ما نستسلم، واللي عنده حلم ان شاء الله يوصل له، ولازم يسعى عشان يوصل له. اهو ده مازن قدامنا، قدم في المره الاولى بس ما يتقبل، بس سعى ورا حلمه ما شاء الله عليه ووصل في التقديم للمره الثانيه، وان شاء الله نوصل على تركيا السنه الجايه واشوفكم في تركيا على خير ان شاء الله. السبب اللي خلاني اقدم على المنحه هو ان انا مش حاسه ان جوده التعليم هنا كويسه، واخترت المنحة التركية تحديدا عشان جودة التعليم اللي موجودة في تركيا وتطور التعليم هناك، غير المميزات اللي المنحة بتقدمها لطلابها. إلى جمهورية أبو الأمزان من قلب تركيا وبالأخص مدينة أسكي شاهير، رسالة لكم، اسعى، المنحة تستاهل، والأكبر من المنحة هدفك يستاهل. اجعل المنحة وسيلة وليست غاية، اجعل غايتك إنك تحقق هدفك في مجال اللي أنت بتسعى ليه، مجال العلم الدراسة، ولكن ليست الغاية الفسحة والنزهة في تركيا. النزهة مسيرها انها تخلص، لكن الدراسة باقي لغاية طول حياتك. لازم بحييكم من جمهورية ابو الامزان لجمهورية ابو الامزان، بقول لكم نشوفكم في تركيا على خير. بس الفيديو هو قصير كده، هو عاوزنا اقول كده بس. سلام. المنظر الشروق طبعا جميل جدا، ونشوفكم في تركيا على خير.
وكده فعلا اصبح ختام 2018 مش 2019 زي ما غلطت في الفيديو اللي فات وقلتها. ختامه همسك ان شاء الله واشوفكم في تركيا على خير باذن الله. كان الفيديو اللي فات هيكون ده اخر فيديو في 2018، ولكن لما المنحه اعلنت كان لازم انا اعمل لكم الفيديو اللي حمسكم بشكل كبير جدا ان شاء الله انك تقدموا على منحه 2019. اتمنى يكون الفيديو ده مفيد ليكم ويكون وضح ايه هي اهم الشروط اللي لازم توفرها فيك، اللي هو زي ما قلنا اهم حاجه شرط العمر وشرط المجموع، كذلك عرفنا المواعيد الحقيقيه للمنحه التركيه، كذلك شاركنا ببعض الحاجات اللي هتكون في الفيديوهات القادمه ان شاء الله شكل الفيديوهات القادمه هتكون ايه، وكذلك عرفتكم الفيديوهات اللي فاتت اكتر الفيديوهات اللي تقدروا تستفيدوا منها. من اكتر الفيديوهات اللي تقدروا تستفيدوا منها اسمه فيديو اولويه اختيار الطلبه في المنحه التركيه. الفيديو ده قوي جدا، تقريبا اقوى فيديو عملته عن المنحه التركيه موجود على اليوتيوب، فيه كميه معلومات لا توصف. بعد ما تتفرج على الفيديوهات القديمه وتشوف الفيديوهات الجديده ان شاء الله معايا، لو حابب تسال اي سؤال تقدر تساله لي ان شاء الله، ومنتظر اجاوب على كل اسئلتكم ان شاء الله. يلا سلام، اشوفكم ترجعنا فين.